السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه جوله في الصالون اللي بزاف بزاف منكم طلبوها مني شحال من مره هكا في التعاليق، شحال في الانستغرام، وديما كتجيني الاسئله على الطلامط وعلى الصدر. فاليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم، وغادي نقول لكم كل حاجه منين شريتها وشحال باش خديتها، يعني غادي نعطيكم جميع التفاصيل ان شاء الله في هاد لا فيديو. هنايا مع الدخله ديال الصالون دايره في الارض هاد الطابيات هادو اللي خديتهم من اكسيون، صراحه البنات رائعين بزاف، هضرت لكم عليهم شحال من مره، وفوق ما لقيتهم كنصورهم لكم باش تعرفوهم باللي كاينين في اكسيون. ولاو دابا مؤخرا كيجيبوهم دائما، لا كاليتي رائعه جدا، ولكن تاكدوا راه كاينين جوج ديال الانواع، كاين هاد النوع هذا زايد شويه في الثمن، يعني تقريبا 10 ديال الاورو، والنوع الاخر كيكون 5 6 ديال الاورو. هادو البنات بالضبط رائعين رائعين رائعين، هادو ديهم على حسابي تقريبا راهم عندي شي 30 هذه البنات، ولا كاليتي باقا هي هي، ورطوبيه ديالهم باقا كما هي. بالنسبه اللي غتسولني على الصابونه البنات مازال ما صبنتهمش، يعني ما عرفتش واش مع التصبين غيخسروا ولا لا، ما عرفتش. بالنسبه للالوان البنات راه كيكون فيهم الباج وكيكون فيهم الكريفونسي، ولاو مؤخرا كيجيبوهم حتى في الابيض. الابيض البنات كيحمق، ولكن دغيا دغيا كتقضى وما كنلقاوهش دائما. لا طابلا مونجي خديتها غير مؤخرا، كانت عندي وحده في الابيض، البنات اللي قدامات راه غادي يكونوا شافوها في الفيديوهات القدام، كانت عندي في البلون لاكي، وكان عندها غير واحد لوبي هكا كبير وعريض هكا في الوسط، فكانت البنات كتجيني ثقيله بزاف باش نديبلاصيها. صراحه حتى هذه ثقيله، ولكن الاخرى كانت كتجيني، فاش كنجي نحركها كنحس بها بحال باغا تهرس ولا كتميل، لان لو بلاطو اللي كان عندها الفوق كان فريمون ثقيل بزاف. فخديت هذه ديال الدجاج، لي بي ديالها كيجيو جوج ديال لي بي كما كتشوفوا في الدوغي، صراحه غزاله بزاف كتحمق. خديتها البنات عند واحد لو فوندور في الفيسبوك، ولي شاز حتى هما بدلتهم، خديتهم حتى هما غير مؤخرا من بروكسل. لي شاز اللي كانوا عندي قبل زوينين حتى هما في داك الكابيتوني، كان عندهم لودو في الكابيتوني، ولي بي ديالهم ارجونتي، في الارجونتي كيجيو مكروازين بحال اكس، ولكن ما تمشاو لياش مع لا ديكو اللي عندي في الصالون، فبدلتهم وخديت هادو. صراحه هادو البنات صدقوا لي فنين بزاف، لا كاليتي ديالتهم غزاله بزاف، يعني كتزيدوا شويه الثمن وكتاخذوا حاجه مزيانه. كما قلت لكم خديتهم من بروكسل. دابا ندوزو للكليسه البلديه ولا الكليسه التقليديه اللي جاتني عليها بزاف بزاف ديال الاسئله على الطلامط وعلى الستادر وعلى كلشي. طلامط البنات خديتهم من المغرب شحال هادي فاش كان عاد خرج المطروز، كيما عارفين هذا المطروز كان خرج في واحد الوقت وكان الثمن ديالو غالي بزاف. انا خديت هادو برومي شوا البنات بالموزونه، يعني الموزونه كتكون منبته، واخا ديري لها كبدفارك كتحيديها ما كتحيدش، صراحه لا كاليتي رائعه جدا. خديتهم تقريبا ب 400 درهم للمتر باش خديتهم في ديك الوقيته. درت ليهم خياطه تقليديه بلديه بالصم، يعني كما كتشوف السفيفه بالصم، والخديه درت فيها 90 ديال السنتيمتر. كما عارفين المطروز باش تجي الزواقه باينه، وحتى في الصالونات يعني حاليا كلشي ولا كيدير 90 ديال السنتيمتر باش كتجي الخديه كبيره وكتجي عاطيه للعين. وبالنسبه للارتفاع البنات ديال السدادر والارتفاع عفوا ديال البونج، فمن الاحسن البنات ديروا 30 ديال السنتيمتر باش كيجي الصالون ديالكم عاطي للعين. وبالنسبه للسدادر ولا الخشبه البنات، هادو غير صبغتهم، البنات اللي ما شافوش الفيديو غادي نخليه لكم في اول تعليق وفي واحد البطاقه في اخر الفيديو باش تكليكيو عليها وتديكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش كانوا قبل، حيت كانوا في اللون الابيض ولارجونتي، وصبغتهم غير في الدار البنات بطريقه سهله جدا، ورديتهم في هذا اللون اللي كان عاجبني بزاف ومحمقني وتماشى ليا مع الطلامط ومع لا ديكو اللي عندي. وكما كتشوفوا بقاو ليا مزيانين، ولكن راه خاص شويه المحاوله، راهم عندي دابا تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين، ولكن بطبيعه الحال كنحاول عليهم. طبله دايره لي هاد البلاستيكه هذه الغليظه، شاركتها معكم في الفيديو اللي فات، كتجي البنات بحال الدجاجه باش كنحافظ عليها، ودايره وحده رقيقه عليها من فوق الصندوق حتى هو باش نحافظ عليه. لي ستوغ حتى هما جاتني عليهم بزاف ديال الاسئله دائما هكا في التعاليق. لي ستوغ البنات خديتهم من بروكسل، راه جاوبت البنات كاع اللي سولوني في التعاليق باللي خديتهم من بروكسل، موجودين البنات تما وبثمن مناسب جدا على هنايا في فرنسا. البنات اللي في فرنسا راهم عارفين الاثمنه، كتمشي كتصاوبيهم سيغ ميزور، كيتخمل لك واحد الثمن غالي، ولكن تما كتلقاي لي طاي اللي بغيتي، راه من 60 ديال السنتيمتر يمكن ولا 50،
وانتيا طالعه على حسب انتيا داكشي اللي بغيتي. فالسرجم كما كتشوفوا عندي كبير، فيه 3 متر يمكن 20 ولا ما بقيتش عقله، فخديت يمكن 2 ديال المترو 80 الا بقيت عقله، هذا هو العبار اللي خديت. ولكن لقيتهم وكتجي في ديك الملاقيه البنات كتجي واحد شويه واحد الخويه كتجي في الوسط، فما عجبتنيش بزاف، جيناتني بزاف كما كنقولوا. وممشيت لتركيا خديت هذيك لابوند هكا، لقيتها صراحه غير بالصدفه وبثمن مناسب جدا. هادشي ديال ستور البنات والريدويات تما صراحه الثمن عندهم مناسب جدا، وما خدات ليش البلاصه يعني حتى في الباجاج، يعني غير كطويها هكا وديريها في الحوايج. خديتها تما تقريبا بشي 14 ديال الاورو يمكن بالاورو، هذا هو الثمن ديالها، ودرتها هكا في الوسط. صراحه غطات ليا داك العيب اللي كان مديرونجيني. هاد لاطابل هادي ولا الطبيله هادي شاركتها معكم شحال هادي، كنت خديتها من اكسيون وزدت ليها دوك لي بوند هكا اللي فيهم دوك لي ستراس، صراحه جات زوينه بزاف. ودايره فيها هكا البراد والكيسان، وفي الامل التحت دايره الطويجنات هادو فيهم الفاكهه. بالنسبه لهاد لي فاز هادو البنات اللي خارجين دابا طوندونس ودارجين على الموضه، كيتبعوا البنات في اش ام ام يمكن تقريبا 30 ديال الاورو، فيهم جوج ديال الاحجام، كاين الحجم الكبير وكاين الحجم الصغير. لقيتهم البنات بالصدفه في ستوكوماني لا ميم كاليتي ونفس الديكور تقريبا، هادو الصغار ما فيهش الكبير في ستوكوماني، ما جابوش فيه الكبير، وخديتهم تقريبا غير بشي 5 ديال الاورو. هنايا علي من ديال لا طابلا مونجي عندي هاد الحيطه، هذا جاني شويه خاوي، فخديت ليه هاد الكادر هذا اللي خديته من اكسيون تقريبا 22 ديال الاورو. صراحه البنات كيحمق، راه تقريبا بحالو كاينين في ميزون دو موند، كيتباع واحد الثمن غالي بزاف، وفي اكسيون غير ب 22 ديال الاورو، راه فيه الالوان. انا خديت هاد اللون صراحه هو اللي عجبني بزاف. بالنسبه للتريات حتى هي بزاف البنات اللي سولوني عليها، خديتها البنات من بروكسل اكزاكتومون من سينهم. صراحه البنات لا كاليتي ديالها يا غيانا دي صراحه توب توب توب. خديتها تقريبا هذه طالعه في 5 سنين البنات، ما تقشرات ما كحالت، ما وقعت لي حتى شي حاجه في الاول فاش خديتها، لان الثمن كان مناسب جدا. كنت خايفه مع المده تقشر ولا لا كاليتي ديالها يعني ولا تكحال ولا راكم عارفين، ولكن صراحه صدقات لي الله يعمرها دار، ما تقشرات ما كحالت ما وقعت لي حتى شي حاجه، يعني كما شريتها كما باقا. النيتواياج ديالها فاسيل، يعني كتحيدو غير الغبره هكا بشي سيرفيات هكا ميكروفيبر، ولا دوزو غير سي شوفو هكا مره مره باش كطيرو سي شوفو، يعني يكون بارد يعني ديروه في البارد وطيرو ديك الغبره. وبالنسبه لهاد الحجيرات كنمسحهم ديلانجيت والفيناك كيخرجوا كيلمعوا. تريا صراحه ما نقول لكم عليها والو، لا كاليتي الي طوب. ننصحكم الا بغيتو تاخذوا تريا مزيانه، كاينين البنات في سيناهم. بالنسبه ديالي انا خديتها هكا في الدوغي، ولكن كان فيها حتى لارجونتي، لارجونتي ديالها البنات كتحمق، يعني كي كتشوفيها كتقولي كريستال 100%، ولكن هي ماشي كريستال، وبثمن مناسب جدا. خديتها انا في الدوغي على حسب لا ديكوراسيون اللي عندي كلها في الدوغي. حدا لا طابلا مونجي دايره هاد لا فيترين هادي البنات في الدوغي، هادي البنات ما شريتهاش هكا، كنت خديتها شحال هادي من ايكيا. اللون الاصلي ديالها راه نواغ، يعني كتكون كحله. خديتها وخديت اون بومب هكا في الدوغي، لا بومب البنات كنت خديتها من لوغوا ميرلان وبومبيتها في هاد لا كولور هادي، جات صراحه كتحمق. اللي عجبني بزاف في هاد لا فيترين ديال ايكيا ان لي بلاطو ديالها ديال الدجاج، باش منين صبغتها يعني بانت القيمه ديالها احسن منين كانت هكا في النواغ. لا ديكوراسيون الاغلبيه تما كاين ايكيا، كاين اكسيون، كاين ستوكوماني، كاين دوك لي فوليف خديتهم من الي اكسبريس، وهذوك لي بلوم خديتهم شحال هادي من كلاش برايس. المرايه الكبيره حتى هي شاركتها معكم شحال هادي، خديتها من كلاش برايس. والمرايات الصغيرين خديتهم حتى هما من اكسيون، يعني لقيتهم غير بالصدفه، وبالصدفه الالوان اللون اللي في المرايه هو نفس اللون اللي كاين في هاد المرايات الصغيرين، صراحه جاو زويونين في المنظر. وانتم خليو لي الراي ديالكم في التعليق. فوالا البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا خديتوا بعض الافكار هكا اللي ممكن تطبقوها في ديوركم. نتمنى من البنات اللي طلبوا مني ندير لهم جوله في الصالون يكونوا شافوا هاد لا فيديو، فما تنساونيش بلايك للفيديو وتعليق، خليو لي الراي ديالكم كي جاكم الصالون، شنو هي التغييرات اللي ممكن نزيد ليه ولا نقص ليه هكا باش نستافدوا كاملين. ودابا غادي نخليكم ونقول لكم سلامه والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.